وأشهد أن لا إله إلا الله رضاه أمان ورحمة وأمره قضاء وحكمة. يقول الإمام أبو القاسم القشيري: ذهبت لأزور الروضة الشريفة روضة رسول الله، وبعدما ألقيت السلام على رسول الله أخذتني سنة من النوم، فنمت في الروضة فرأيت الحبيب محمدا في المنام، فقال لي: يا أبا القاسم، يا أبا القاسم، ما لي أراك حزينا؟ ما لي أراك حزينا؟ قلت: يا رسول الله، إن لي ولدا مريضا حار الطب في علاجه. ما لي أراك حزينا يا أبا القاسم؟ أبو القاسم الأكبر يسأل أبا القاسم الأصغر: ما لي أراك حزينا؟ قلت: يا رسول الله، إن لي ولدا مريضا حار الطب في علاجه. فقال لي الحبيب المصطفى: أوما قرأت آيات الشفاء؟ قلت: وما آيات الشفاء يا رسول الله؟ قال: في ست سور من القرآن الكريم، في سورة التوبة قوله تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين، وفي سورة يونس: يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وفي سورة النحل: فيه شفاء للناس. وفي سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وفي سورة الشعراء: وإذا مرضت فهو يشفيني. وفي سورة فصلت: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال أبو القاسم: فلما ذهبت إلى ابني قرأت له تلك الآيات فشفاه الله. إلهي، أنا من أنا؟ يا شافي الأثقال، أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعة، وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا،
أنا ما مددت يدي لغيرك نائي. إلهي إلهي إلهي، إن الطبيب له علم يدل به إن كان للمرء في الأيام تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. قالت عائشة: ألا أستدعي لك الطبيب يا أبا بكر؟ وأبو بكر على فراش الموت. قال لها: يا عائشة، لقد قابلت الطبيب. قالت: فماذا قال لك؟ قال: أبو بكر لما قابلته قال لي: أنا فعال لما أريد. أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعة، أنا في الوجود وديعة، وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا، فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. يا مهيمن، يا من إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ارحمنا وعافنا واعف عنا. يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، يا خير ثمرة في خير شجرة نبتت في هذا الوجود يا محمد. لما حملت به آمنة جاءها ملك في المنام يقول لها: يا آمنة، لقد حملت بسيد الكونين، لقد حملت بنبي هذه الأمة، فإذا وضعته فقولي أعيثه بالواحد من شر كل حاسد. يا آمنة، بشراك، بشراك، يا خير بطن حمل أعظم مخلوق. أعيذه بالواحد من شر كل حاسد. سيدي، يا نور قلبي، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا حبيب الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين.
باب الهدى، ما همت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، قال الامين جبريل للامين محمد صلوات الله وسلامه عليهما: يا رسول الله، ربك يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجة من ربها السلام. ربك يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجة من ربها السلام. فماذا قالت خديجة عندما بلغها رسول الله السلام مع الدرس الثاني والستين والمئتين اذهب الى بيت رسول الله؟ فنحن اليوم على موعد بلقاء مع الرسول، مع الرسول عليه من الله سحائب الرحمة وشآبيب المغفرة، عليه من الله الصلوات العاطرة. يا خديجة، ربك يقرئك السلام. الله، ربك الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، رافع السماء بلا عمد. يقرئك السلام السيدة الوحيدة على هذه الارض التي بلغها السلام من الله على لسان جبريل ومحمد. خديجة، ربك يقرئك السلام. يا خديجة، فماذا قالت خديجة في رد السلام؟ اسمعوا ما قالت: انها لم تقل وعلى الله السلام ورحمة الله، لان الله هو السلام نفسه، فكيف يكون عليه السلام وهو السلام؟ ولكن اسمعوا الرد الذي يدل على حصافة عقلها وذكاء فؤادها ونفاذ بصيرتها وعمق فهمها. قالت خديجة: يا رسول الله، الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. انني احاول الان ان امسك بطرف الخيط لارد على الذين حاولوا ان يثيروا التراب، حاولوا ان يمضغوا الهواء وان يفتلوا من الرمال حبالة. قالوا ان محمدا تزوج بعدد من النساء، وانا ارد على هؤلاء المفترين الذين ظنوا انهم عصاوا التراب، ولكن الناس
الناس جميعا لو تحولوا الى كناسين ليثيروا التراب على السماء فسيثيرون التراب على انفسهم وتبقى السماء هي السماء ضاحكة السن بسامة المحيا. رسول الله لم يكن رجلا شهوانيا، انما الذين قالوا هذا الكلام انما اصيبوا بالاسقاط هم الشهوانيون وهم طلاب المتع الثانية، هم الذين اتصفوا بهذا. اما رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فتعالوا نقلب بطون التاريخ لنستنبط الحقائق ناطقة بلسان اليقين ومنطق الحق المبين، ان الحبيب محمدا كان اطهر من السحابة في سمائها وامصع من ماء الغمام. من الذي تزوجهن؟ رسول الله. من الذي تزوجهن؟ الحبيب المصطفى. انك لو سألتني كم سيدة تزوجها النبي لقلت لك سيدة واحدة هي خديجة. لماذا؟ لاننا لو بحثنا القضية بحثا فسيولوجيا او بيولوجيا عضويا لرأينا ان الانسان تكون له الرغبة في الزواج ملحة من سن السادسة عشرة الى سن الخامسة والاربعين، بعدها يسوي غصن الشباب، بعدها يستعد الانسان ليدرج في اكفان القبر. ومن بلغ سنه الاربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز الى النار. فكم سيدة تزوجها النبي من سن السادسة عشرة الى سن الخامسة والاربعين؟ ان الحقائق تثبت والادلة تنطق ان الحبيب عليه الصلاة والسلام قبل ان يبعث كان معروفا لدى اهل مكة بالصادق الامين. لما ذهب اهل مكة ليستخرجوا له صحيفة الثوابت او ما نسميه نحن بالفيش والتشبيه قبل البعثة وجدوا مكتوبا له في صحيفة الثوابت محمد هو الصادق الامين. اما بعد البعثة فانهم عندما ذهبوا ليستخرجوا له صحيفة الثوابت بعد ان اعلنها في قلعة الاصنام وعاصمة الشرك لا اله الا الله، ذهبوا يستخرجون له صحيفة ثوابته فوجدوا ان الله تعالى زكى عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه فقال ان هو الا وحي يوحى، وزكى جليسه فقال علمه شديد القوى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد
الله. يا سيدي القول فيك معطر الكلمات، القول فيك معطر الكلمات يا صاحب الأخلاق والآيات. يوم أتى بك للوجود فإنه تاج الزمان وغرة السنوات. الصادق الأمين تسمع عن أمانته وصدقه خديجة بنت خويلد، الحسيبة النسيبة، صاحبة القدح المعلى والشرف السابق، فترسل إليه ليعمل تاجرا في مالها، وترسل معه غلاما لها يسمى ميسرة، وتقول له يا ميسرة ترقب معاملات محمد في بيعه وشرائه، ليرفع اليها مندوبها تقريرا سريا عن خلق محمد. ولقد قال الامام الجليل ابو حامد الغزالي عليه من الله رضوان ورحمة، اذا اثنى على الرجل جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الاسواق فلا تشكوا في دينه. جيران ومرافق سفر ومعامل اسواق، هؤلاء النفر الثلاثة اذا اثنوا على انسان فلا تشكوا في دينه، بل ان رافع لواء التوحيد سيدنا محمدا يقول اذا مات الميت وشهد له اربعة من جيرانه قال لهم الله قبلت شهادتكم فيه وغفرت له ما كان بيني وبينه. اربعة جيران يثنون على الميت خيرا، ما شروطهم يا رب؟ أيشترط أن يكونوا على الدرجة الخامسة الفنية أو الإدارية أو الكتابية؟ أيشترط أن يكون مرتب الواحد يزيد على 30 جنيها؟ ما شروطهم؟ لا شروط عند الله، لان الله لا يعترف بختم النسر، انما يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. وذهب ميسرة مع السيد الجليل رسول الله، وعاد من الشام وقد ربحت التجارة ربحا ما لقيته من قبل. وخلت خديجة لتقرأ تقرير ميسرة بنفسها، ما حلف محمد بالله في بيعه ولا شرائه، وما رفع صوته في الاسواق، وما تشاجر وما تنازع مع مشتر او بائع، والذي
ادخلني يا سيدتي خديجة اننا ونحن عائدون من بلاد الشام والشمس تضرب وجه الارض بصياطها الحامية رأيت سحابة تظل محمدا وحده. سحابة رأيت سحابة تظل محمدا. نعم يا سيدة تظله هو، ربما يكون ذلك من باب المصادفات. لا يا سيدتي، بل انها تظله اينما صار وحيثما توجه، والصدقة لا تتكرر ابدا. محمد تظله سحابة وحده. نعم، واذا بخديجة تعطي محمدا اجره على كد يمينه وعرق جبينه، وقد اعتادت كلما اعطت عاملا اجره يناقشها الحساب ويقول لها هذا قليل هذا قليل، ولكنها رأت العجب العجيب، بل العجب العاجب، عندما وضعت اجر محمد واخذه محمد ما نظر فيه وما قال لها الا الحمد لله. القناعة، القناعة كنز لا يفنى. النفس تجزع ان تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها. الفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف. فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها. ان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها. هي القناعة فاحفظها تكن ملكا، لو لم تكن لك الا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ هل راح من الدنيا بغير القطن والكفن؟ قطن يوضع في منافس الجسم، في الفم والانف والاذنين، يوضع في المخارج كلها ان كنت لا تعلم ماذا يفعل بك المغسل فقا من الماء. انه يضعك على خشبة ثم يمر بيده على بطنك ليستخرج ما فيه، ثم يصب عليك الماء ساخنا او باردا لا تستطيع ان تقول انه كذا او كذا، ثم يقلبك على جنبيك كما يلعب احدنا بالدرهم بين يديك، وهكذا يجففك ويضع القطن في منافذك. ثم ماذا بعد هذا؟ يؤتى لك بثوب جديد هو اخر اثواب الدنيا لا تغيره ابدا. هذا الثوب يسمى الكفن، وعندما يصنعون الكفن لا يصنعون له جيبا. هذا مصيرنا، هذا مصيرنا. العينان غارتا
والفم انفتح ولكنه يشد برباط الى الرأس حتى لا يتجح. والخدان غارتا والاعضاء البارزة انكمشت. يا ابن ادم يا ابن ادم يا ابن ادم ما لك لا تجيب؟ يا ابن ادم ما لك لا تجيب؟ وبعد ان تربط القدمان واليدان والراس توضع في خشبة حدباء. اولادك اليتامى لا يستطيعون لك رجعة. وانت تنادي وانت ذاهب الى قبرك اذا رأيت المنزلة خيرا ناديت على المشيعين اسرعوا في السير بي. اسرعوا في السير بي فاني ارى رياض الجنة. واذا كانت المنزلة ضارا ناقص الروح يا ويلي يا ويلي. الى اين تذهبون بي؟ الى اين؟ اعرف مصيرك، اعرف مصيرك. لو كان هناك انسان يخلد لكان الاولى بالخلود محمدا صلوات الله وسلامه عليه. ثياب اسمه الكفن، وعندما توضع على باب القبر ينادي عليك القبر يا ابن ادم انا بيت الوحشة، انا بيت الدود، انا بيت التراب، انا بيت التراب، انا بيت الظلم، انا بيت الضيق. الا من وسعه الله عليه ابن ادم وتسحب من رأسه وتحل الأرضصة عن كفنه ويضع الداكن خدك على الأرض عارية على الأرض. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ ألم نجعل الأرض كفاتا أي جامعة للأحياء؟ كفاتا اي جامعة للاحياء على ظهرها والاموات في بطنها. الخد الكريم يوضع على الارض، الخد الكريم الذي كان لا يطيق ذبابة تقف عليه، الخد الكريم الذي كان لا يطيق بعوضة تصن فوقه سيوضع على الارض عاريا. وستنام على شقك الايمن تستقبل القبلة وتظل في هذا الثياب وفي هذه النومة الى ان ينادي المنادي من مكان قريب. الى ان يؤذن الفجر، الى ان يؤذن الفجر حيث لا فجر هناك. اسألوا الاموال. الى ان يؤذن الفجر ولكن ليس هناك فجر
وليس هناك مؤذن تابع لوزارة الأوقاف، لأن المؤذن هناك تابع لله مباشرة. إنه إسرافيل، إنه إسرافيل نافخ الصور. وقد أخبر النبي بعدما بكى أمام أصحابه وقالوا له: ما يبكيك، ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: وكيف لا أبكي وإسرافيل ماسك الآن صوره؟ ينتظر الأمر من الله، هو الآن مستعد. لا فجر هناك ولا صلاة، انتهت، انتهت. إن الذين تركوا الصلاة في الدنيا يحاولون أن يسجدوا لله سجدة يوم القيامة، فقد صلبوا ظهورهم كأسياخ الحديد. اسمع الى قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. كانوا يدعون الى السجود في الدنيا وهم سالمون فيسخرون. انا بيت الدود، انا بيت الوحشة، انا بيت الغربة، انا بيت التراب، انا بيت الغربة. هل سمعتم في اعماق التاريخ ان هناك ميتا دخل ومعه من يترافع عنه؟ أسمعتم في التاريخ أن هناك ميتا دخل القبر ومعه دفتر شيكات؟ أسمعتم في التاريخ أن هناك ميتا دخل القبر ومعه جهاز من اللاسلكي أو السلكي حتى يتصل بأهل الدنيا ويقول لهم أغيثوني؟ لا، لأن الله تعالى كتب على باب مصلحة الجمارك في عالم البرزخ وعلى باب القبور: ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. ما بالحديث تشعب بي حتى احتجز، ما لي تركت تقرير ميسرة وذهبت الى عالم القبور. لا تلوموني، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. لا تلوموني إذا ما انتقل الإرسال فجأة من مدينة القاهرة إلى مدينة الآخرة. لا تلوموني، فإن الوقوف في هذا المكان ليس كالوقوف في أي مكان. لقد شيبنا صعود المنابر. لا تلوموني إذا ما انتقلت من تقرير ميسرة إلى تقرير إسرافيل. أيتها العظام النخرة، ايتها اللحوم المتناثرة،
قومي لحسن القضاء بين يدي الله رب العالمين. انه لقول فصل وما هو. سادتي واخواني، وبعدما قرأت خديجة التقرير مرة ومرة ذهب محمد الى بيته وخلت خديجة بنفسها. انها كانت زوجة لعتيق ابن عائذ، ولما مات عتيق تزوجت بعده برجل اسمه ابو هالة التميمي، ولما مات ابو هالة اغلقت خديجة بابها عليها، وكثيرا ما فرق عظماء الرجال بابها لتكون لهم زوجة، فابت ان تفتح بابها لانها رأتهم طلاب مال خديجة وليسوا طلاب خديجة. اذا قل مالي فما خل يصاحبني، وفي السيادة كل الناس خلاني. اذا قل مالي فما خل يصاحبني، وفي السيادة كل الناس خلاني. كم من عدو لأجل المال صادقني، وكم صديق لفقد المال عاداني. عاداني إذا أقبلت الدنيا على أحد خلعت عليه محاسن غيره، فإذا أعرضت عنه سلبته محاسن نفسه. إذا أقبلت الدنيا باض الحمام على الوتد، فإذا أعرضت بال الحمار على الأسد. لكننا نرى خديجة نفسها صاحبة المقام الرفيع، نراها ترسل صديقة لها تسمى نفيسة بنت منية، وتقول لها يا نفيسة اذهبي الى محمد واخطبيه لي. اخطبي محمدا لي. اخطبيه لي. خديجة ما خديجة، وما ادراك ما خديجة، حظها من الشرف حظها، ومكانتها من السؤدد والرفعة مكانتها. خديجة التي كادت من شرفها تناطح السماء وتزاحم الشمس في الجلاء، ترسل نفيستها صديقتها لتخطب محمدا لنفسها. لماذا؟ ان محمدا يوم مات ابوه لم يترك له سوى بعض رؤوس القلب، ولعلها قلتها. اذا ليس محمد كمال، ليس محمد هو الطفل الذي ولد وفي يده ملعقة من ذهب، لا. ان محمدا رجل اكل لقمة عيشه بعرق الجبين وكف اليمين. اذا ما مهر محمد؟ اذا كانت خديجة تلقب بين العرب بالطاهرة العفيفة، فان مهر محمد هو السابق الامين.
وقبل الرسول الزواج. وهنا اقول للذين يتشدقون بما لا يعلمون ويحرفون بما لا يعرفون، لو كان محمد طالب متعة ما قبل الزواج بخديجة التي تزوجت قبله مرتين وزاد سنها على سنه 15 عاما. لو كان محمد طالب شهوة طالب متعة لبحث عن فتاة تصغره بعشر سنوات لا تكبره ب15 عاما، لكنه لما قبل خديجة زوجة لم يقبلها لما بها ولا لحس بها ولا لجمالها، انما قبلها لعقلها وخلقها. هذه نظرة محمد. فاذا كان بعد ذلك عدد الازواج فاسألوا هؤلاء التهمة الباغية، هل تعددت ازواجه في حياة خديجة؟ لا، ظلت خديجة مع الرسول ربع قرن من الزمان، 25 عاما. ماتت وعندها من العمر 65 عاما، وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 50 عاما. فهل فرح يوم وفاتها وقال ان هذا الحاجز قد زال لأتزوج بغيرها؟ لا، والله الذي لا اله غيره لقد بكى على فراقها مر البكاء وظل حزينا حتى نزل عليه الامين جبريل وقال له يا رسول الله ربك يقرئك السلام ويقول لك لا تحزن على خديجة فخديجة في الجنة في بيت من ذهب لا نصب فيه ولا تعب. لو كان طالب متعة ما بكى على موت عجوز، بل ان هناك ما هو اوقع من ذلك. قال الرسول والله ما ابدلني الله خيرا من خديجة، آمنت بي يوم كفر بي الناس وصدقتني يوم كذبني الناس وواستني يوم حرمني الناس ورزقني الله منها الولد، فما أبدلني الله خيرا منه. لو كان طالب متعة ما ذكرها بخير، بل لمكة قال يوم دخل مكة فاتحا في العام 8 من الهجرة قالوا له أتنزل بيتك يا رسول الله؟ قال وهل ترك المشركون لي بيتا؟ ابن سعيد تنزل يا قائد القوات المسلحة يا أيها البطل المظفر أين تنزل؟ قال اضربوا لي خيمة امام قبر خديجة.
بعد 5 سنة من موتها قال هذه بعد 11 سنة. وإن شئت فقل بعد 11 عام. مضى على موتها 11 سنة. هي تحت أطباق التراب جسدا هامدا ورفاة سحيقة وصعيدا جرزا، ومع ذلك يقول اضربوا لي خيمة أمام قصر خديجة. لماذا؟ لينشق من قبرها نسيم الوفاء، لينشق من قبرها عبير الولاء. الولاء والوفاء. فمتى تزوج بعدها؟ لم يتزوج بعدها الا بعد ان بلغ من العمر 55 عاما. فقل لي برب اي مسلم بل اي شخص انه اراد ان يوسط صلته بوزيريه ابي بكر وعمر، فتزوج عائشة بنت أبي بكر وتزوج حفصة بنت عمر ليكون مسموحا لهما بالدخول على ابنتيهما في غيبة رسول الله، وأراد أن يوثق صلته بوزيريه الآخرين عثمان وعلي. تزوج رقية بنته لعثمان بن عفان، ولما ماتت رقية بنت رسول الله زوجه أم كلثوم كوكب الإسلام، وزوج فاطمة عليا، فيقول قد أخذ من اثنين وأعطى الاثنين ليوصف الصلة بالخلفاء الراشدين. اخذ من ابي بكر وعمر واعطى عثمان وعلي، فاي تعذب في هذا؟ ايحتسب زواج بعد 55 ولم يبق في عمر رسول الله الا 8 سنوات؟ ايوه، لو كان رجل متعب لتزوج قبل خديجة بفتاة فارعة العود رشيقة القواد صغيرة السن ريانة الصبا. لا، واي متعة بعدما حدثتنا عائشة وقالت لقد كنا نمسك الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة بشهرين ولم يوقد في بيت رسول الله نار يطبخ عليه. شهران كاملان، شهران كاملان لا يطبخ في بيت رسول الله. لم يكن هناك فرجدير ولم يكن هناك سكان ولم يكن هناك تكييف ولم يكن هناك سجاد عجمي تغوص فيه الاقدام، ولم يكن هناك اقداح صدية وذهبية مكتوب عليها الخاصة الملكية، واستولى عليها الذين استولوا.
لم يكن هناك سجاد، لم يكن هناك قصور، لم يكن هناك براج. استغفر الله. بل ان عمر دخل ذات يوم غرفة نوم رسول الله، غرفة نوم، فهل رأى رياشا فاخرة؟ هل كان هناك سرر مرفوعة واكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مكنوسة؟ والله الذي لا اله غيره رأى المصطفى نائما على حصير قد بدي. حتى اثر الحصير في جنب رسول الله، ولم يتبالغ عملاق الاسلام عمر عينيه من البكاء ولا قلبه من الخفقان، فغرورقت عيناه بالدم، وتبارك الموقف. سيدنا محمد، ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ اي شيء يبكيك؟ ما بكاؤك؟ قال يا رسول الله، ملوك الروم والقدس تنام على الحرير وتلبس الذهب، وانت يا صفوة خلق الله تنام على الارض. والله يا عمر انه موقف يستحق البكاء فعلا. رسول الله، رسول الله ينام على الارض، وتقولون انه سعى وراء المتعه. اتلك هي المتعه؟ فتحتى لو نام احدهم شهرا على حصير الارض، فتحتى ذلك. والذين دخلوا سجون الثورة علموا مدى الصعوبة من النوم على الارض، علموا. لقد كان يغمى على الواحد منا في الليلة اكثر من مرة، ابواب العنابر مغلقة. استغفر الله، لا تقول العنابر، انما قولوا لقفاض القيود، الحرية والعزة والكرامة. كان يغمى على الواحد، وكنا نتبادل 120 فرسا في مكان واحد، ومعهم البول والبراز على الارض، وكنا نتبادل الذهاب الى ثقب المفتاح تحت، ليضع الواحد منا انفه في ثقب المفتاح دقيقتين يشم فيها الهواء. كانوا يبيعون هواء الله. ان الذين جربوا النوم على الصبا يعرفون مدى ما كان عليه المصطفى من الدهر. ما يبكيك يا عمر؟ ملوك الروم والفرس تنام على الحرير وتلبس الذهب، وانت يا صفوة خلق الله تنام على الارض. فيقول له الحبيب المصطفى: افي شك انت من قضاء الله يا عمر؟ الا يكفينا ان تكون لهم الدنيا الثانية ولنا الاخرة الباقية. معشر السادة، الحديث ذو شجون، وارامي قد اعرقت واشهدت واشرقت واغرقت، ولكن مهما ذهبت الى الشام او العراق او الشرق او الغرب، فانني اوي بكم الى هنا
وما أدراك ما هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها حبيب قلوبنا: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. الديان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر السادة الاعزاء، تعالوا لنصور ذلك البيت المحمدي ونرى كيف كان يعيش المصطفى. كيف كان يعيش؟ استأذن أبو بكر وعمر ذات يوم في الدخول على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله زوجاته وقد وضع وجهه الشريف بين يديه. وكان الاصحاب لا يطيقون رؤية رسول الله حزينا. ماذا حدث؟ انني اريد من الذين يحاولون ان يتمضمضوا بالذكر ويلففوا التهم الى سيد البشر، اريدهم ان يقفوا معنا هذا المشهد الرهيب ويحضروا معنا ذاك المقام المهيب. الرسول في بيته، أمهات المؤمنين من حوله، الرسول حزين. ولم الحزن؟ قال: إنهن يطلبن مني زينة الحياة الدنيا. لو كان طالب متعة لوفر لهن كل ما يردنه، إن العروس ليلة زفافها يجهزها أبوها بحليها وطيبها وزينتها. أما رسول الله
صلوات الله وسلامه عليه يوم طلبنا منه زينة الحياة الدنيا وضع الوجه الشريف بين كفيه. وليس الامر اقتصر على ذلك، بل انه هجرهن شهرا كاملا لا ينام مع احداهن، لا يطرق عليهن بابا، هجرهن شهرا كاملا لانهن طلبن زينة الحياة الدنيا. لو كان رجل متعة ولو كان شهوانيا لأحضر الزينة قبل أن تطلب الزينة، لكنه ظل وحده شهرا كاملا إلى أن فضل الله في الموت، إلى أن حكم الله من فوق السبع صباب في الموت. لم يذهبن الى محكمة الاحوال الشخصية، ولم يقفن في ساحة القضاء، انما القاضي الذي حكم في الموقف هو الله. هو الله ارسل الله كثير الانبياء وكبير امناء وحي السماء بقوله جل شأنه: يا ايها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أتدرون ما المتعة ثم ما السراح الجميل؟ المتعة هدية تهدى إلى المرأة، والسراح الجميل هو الطلاق. لا يظنن احدكم ان معنى امتعكن اذهب بكن الى شواطئ البحار والى المصايف، الى سويسرا او الى روسيا او الى امريكا او الى لندن. امتعكن يعني اعطي كن حق كن بعض الصلاة، واسرح كن السراح والتسريح هو الصلاة. قال تعالى: فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فما رأيكن في المتعة والتسريح؟ وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه الآيات تسمى آيات التخيير. خير نساء إن كن يردن الحياة الدنيا وزينتها فلا عيش لهن في هذا البيت. ليس هذا البيت بيت متعة وليس بيت زينة، انه بيت جبريل وميكائيل واسرافيل، انه بيت الوحي. دين يشيد آية في آية لبناته الصورات والأدوار، الحق فيه هو الأساس. وكيف لا والله جل جلاله البناء. اما ان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. وقطع النبي هجرته ووحدته ونزل الى عائشة بن زاد لانها اصغرهن سنا، وقال لها: يا عائشة، ان الله انزل امرا تذهبي الى ابيك وامك واستشيريهما في هذا الامر. وقرأ عليها الايتين فبكت عائشة وقالت: يا رسول الله،
استشير والدي في الله ورسوله والدار الآخرة، لقد اخترت الله ورسوله والدار الآخرة. هذا هو بيتك وتلك معيشتك، هذا بيتك وتلك معيشتك. معيشة هادئة صافية لا تسمع فيها لاغية، لا موسيقى صاخبة ولا رقصات متنوعة ولا سينما خاصة ولا مناظر مثيرة. فماذا كان في بيت المصطفى؟ كان فيه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. على هذه المبادئ قام بيت رسول الله، ما كان طالب متعة وما كان طالب شهوة، بدليل انه لم يعدد الزوجات الا بعد ان بلغ 55 عاما، وعدد الزوجات لحكم بالغة، لان هذا البيت بيت تشريع، فزوجاته بمثابة وكالات الانباء الاسلامية، لان هناك امورا خاصة في التشريع لا يطلع عليها الرجال انما يعرفها النساء. لقد جاءت امرأة الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ماذا افعل ايام اقرائي، اي ماذا افعل اذا نزل علي دم الحي؟ قال لها الحبيب لا تصلي ولا تصوم، فاذا طهرت من حيضك فقد الصوم ولا تقضي الصلاة، فاذا اردت الغسل فتمسكي بفرصة. ومعنى تمسكي بفرصة اي احضري قطعة من القطن وضعيها في المسك ثم دعي القطنة الممزكة في مكان نزول الدم حتى يكون ذلك اطيب لنفس زوجك. على السيكولوجي بعيد المدى، المرأة بعد الطهر من حيضها يكون زوجها في شوق لقربها، اراد الرسول ان يطيب هذا المكان بالمسك حتى تزيد المودة بين الرجل وزوجته، لكن المرأة قالت فكيف افعل ذلك يا رسول الله؟ فملأ وجه رسول الله الحياء فقال لعائشة يا عائشة خذيها تعلميها كيف تفعل ذلك. تشريع النسائي، فنساؤه وكالات انباء، بدليل ان عائشة وحدها روت عن رسول الله 2360 حديث حفظتها عن سيدنا محمد. لو ان البيوت بيوتنا اخذت القدوة من هذا البيت لعزجاهنا واكرمنا عند ربنا، لكن ماذا حدث في مجتمعنا؟ اسمعوا ماذا حدث. لقد طفت ببصيرة العين لا بصرها، طفت ببصيرة العين في انحاء المجتمع،
فرأيتنا في مسيس الحاجة إلى أن نلتمس الدواء من بيت رسول الله. وسأنقل إليكم الآن أربعة أحداث، إحداها من ضاحية إمبابة، والأخرى من بني سويف، والثالثة من طنطا، والرابعة من العباسية. نشرتها صحفنا هذا الأسبوع يوم الاثنين. أما إمبابة فزوجة تتفق مع شيقها أن تعطي حبة منومة في الشاي لزوجها، ثم يقوم العشيق فيخنقه. ويسمع ابن الجيران هذا الحديث بينها وبين عشيقها فوق سطحها، ويذهب الى رجال الامن ويبلغهم بذلك، ويأتي ضابط الامن في الساعة الموعودة وينام تحت سرير الزوجية، ويدخل الزوج المبتلى، فتحضر له الزوجة اللاوفية طعامه فيأكل، ثم تضع له حبة منومة في الشاي. تكنولوجيا الخيانة، تكنولوجيا الخيانة، البيوت، بيوت التلفزيون، الفساد. ما اطلع هذه الزوجة على ان تقوم بتلك المغامرة، تضع محبة منومة لزوجها في الشاي. فيتعاطى المسكين كوب الشاي ويصعد فوق السرير لينام، ويدخل العاشق المتيم ويأتي بالحب، وعندما حاول ان يلف الحبل حول عنق الزوج قام رجل الامن من تحت السرير فامسك به متلبسا. بيوت تحولت الى خيانات، الى صراع، الى عشق. امرأة متزوجة تخون زوجها، والله يسمي الزواج ميثاقا غليظا، ويقول: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أفضى بعضكم إلى بعض كلمة في غاية الأدب، في غاية السمو الخلقي في القرآن. أفضى بعضكم إلى بعض، أي اطلع كل من الزوجين على ما لم يطلع عليه غيره، كل منهما كشف عورته على الاخر. أبعد هذا تكون هناك خيانات، مؤامرات؟ واخذنا منكم ميثاقا غليظا، هو عقد الزوجية، ولم يعبر القرآن بالميثاق الغليظ الا في موضعين اثنين، موضع الانبياء وموضع الزوجية. موضع الانبياء: واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا. النبوة تساوي عقد الزواج في العهد والقوة. اذا ما انتقلت بعد ذلك الى بني سويف، معركة بالخناجر بين طلاب كلية التجارة ببني سويف. لماذا؟ من اجل ان واحدا منهم اراد ان يجلس حبوبته على كرسي زميله فابى زميله في الكافتيريا، وخرج السلاح من تراس قاف غين قرن غزال ارقام حرب، خرج السلاح وقتل صالح، قتل روميو، وذهبت جولييت الى بيتها الى قواعدها سالمة بعدما قتلت الخاين ابن الخاين. قتلت وذهبت واستلمت.
التلفزيون وغرام وروايات. طالب العلم يقول الامام الشافعي: كنت اذا القيت نظري على صفحة الكتاب اضع يدي على الصفحة الاخرى حتى لا احفظهما بمجرد نظرة. وذات يوم فتحت الكتاب فلم احفظ، وتذكرت ان عيني قد وقعت على كعب امرأة خطأ، فذهبت الى استاذي وكيع بن الجراح. اسمعوا ماذا قال الامام: شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. طالب يحب وطالب يدخن السجائر، واولياء الامور في قهر، اولياء الامور اذا اوجدوا الدواء لا يجدون الغذاء، واذا وجدوا الغذاء لا يجدون الغطاء، واذا وجدوا الغطاء لا يجدون الكساء. يا ايها الطالب الحبوب، اذا اردت ان تحب فانا سادلك من تحب. حب الله ورسوله، الحب حب الله وحب رسول الله. اما اذا ذهبنا الى طنطا فهناك في سينما اوبرا بطنطا احد المتفرجين يقول لجاره: اخفض من صوتك حتى نسمع الفيلم. فيتربص به زميله الى خارج السينما فينقض عليه بقرن الغزال ويذبحه. اخفض من صوتك حتى نستمع الى القرآن الكريم. ويحكم على القاتل ب15 عاما، ويحكم على المقتول بالدفن في المقبرة، وبيتان يخربان من اجل فيه. اما الحادثة الرابعة المؤسفة، فهناك شهيد اسمه محمود البرع، سنه 30 عاما، العمل فران، شاب فران، مات شهيدا. اتدرون اين مات؟ هل مات وهو يقاتل جيوش ديان؟ لا، انه في مثل هذا اليوم يوم الجمعة جلس امام الشاشة الصغيرة يراقب المباراة الكريم، ويظهر ان المرحوم عليه سحائب الرحمة كان زملكاويا، فلما هجم الزمالك بالجون ارتفعت دقات قلب الشهيد. فلما حكم الحكم احمد بلال بانها اوفسايد، ولقد سألت عن اوفسايد فقيل معناها التسلل، بدأت اذاكر الكرة واتعلم الكرة حتى اجد لي مكانا بين شعب يلو ويلعب. لما حسبها الحاكم الصائد خر الشهيد محمود برعي ميتا بالسكتة القلبية. لك الله يا شهيد الزمالك، لك الله، لك الله، لك الله، مت وتركت 4 أطفال. هذا هو شعب وتلك حياتنا، وسنظل نلعب ونلعب حتى نفاجأ بغلطة أخرى من اليهود. وإن طال الزمن، وإن طال الزمن، ولقد قلت هذا الكلام في سنة 66 ووقع النكسة في 67، وكان السيد المشير عبد الحكيم يرقص نادي الأسد
القوات المسلحة دخلت لعب الكرة، إنما إن لم نفق فسوف نفيق، إن لم نفق من أنفسنا فسوف نفيق على أزيز الطائرات، شهيد شهيد الزمان سفر. وأصبحنا نشكو ونشكو كل شيء، لا بقليل نقنع ولا من كثير نشمع، كلنا نشكو، إن أعطينا القليل لا نقنع وإن أعطينا الكثير لا نشبع. ولقد عجبت كل العجب لهذا التحقيق الصحفي، التقى صحفي بعشماوي الذي يقوم على حد المشنقة فقال له كيف حالك؟ أتدرون ماذا قال عشماوي؟ عشماوي الآن من سنة 60 إلى 78 أحدم 370 واحد، وله على كل رأس يعدمها 5 جنيهات، ومع ذلك يطالب بحلاوة على الرأس الواحد. يقول الخمس جنيهات ما عادتش تنفع في هذا الغناء. فهو قبض من سنة 60 لـ78 1850 جنيه مكافأة على رؤوس المشنوقين، ومع ذلك عشماوي يطالب بعلاوة الرأس. طالب بعلاوة الرأس. الناس أصيبوا بالسعار، البركة منزوعة، لا بركة في البيوت ولا بركة في المعايش، لأننا تركنا بند الخزانة الاحتياطي، وهو قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حتى الشكوى بلغت سيدنا عشماوي، الراس 5 جنيه اصبحت المكفأة لا تكفي. وهل يبارك الله لك يا عشماوي في اكفان الموتى؟ والله لان يبيع الانسان فتلا خير له من ان يقيد اخاه ويراه وهو يموت. هل يبارك الله في مال يدفع على الموت والقتل؟ لا والله. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانا واقف الان بين يديك وانت في كبريائك وعظمتك، ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين، استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا. اللهم احسن ختامنا، اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. قل افغير الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون.